السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم خوتي في هذا الفيديو تاع اليوم. جبنا لكم شقة للبيع جاية في بلدية دار إبراهيم بحي عين الله، 3 غرف وصالون ومطبخ. الشقة هذه جاية في الطابق الرابع والأخير، المساحة نتاعها حوالي 86 متر مربع. الوثائق الموجودة هي عقد ملكية ودفتر عقاري. وكما هو معروف حي عين الله قريب من جميع المرافق مثل المدارس، مستشفيات، مساجد، أسواق إلى آخره. كما راكم تشوفوا في هذه الواجهة سون فيزافي، وهذه هي الغرفة الأولى، والغرفة الثانية جاية في الواجهة الثانية أيضا سون فيزافي. والسعر المطلوب خوتي لهذا الشقة هو 2 مليار سنتيم قابل للتفاوض. وللمزيد من المعلومات خوتي راكو رايحين تلقاو ارقام الهاتف في لا ديسكريبسيون تحت لا فيديو. وشكرا على المشاهدة، والى حلقة اخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.